اليوم في إطار كل منا في مجال عمله سنسعى معا من أجل إنجاح هذا المشروع حتى يكون أحد أيام الجزائر المجيدة. مشروع متكامل منسجم، وإحنا حابين معكم أنتم ممثلين الشعب وكذلك المنطقة بمساعدة في مستشار رئيس الجمهورية للحركات الجمعوية لكي يكون تنسيق تام بيننا لإنشاء المؤسسات وإنجاح العملية وإعطاء الفرص لشبابنا وتكوين هذه الثروة فرص عمل ونشاط كبير في المنطقة.